خويا عثمان كل نهار عندنا الموت هنايا، كل يوم عندنا العزاء، كل يوم عندنا يوميا شي كيموت الباء شي كيموت. Muchas gracias papá y muchas las campanitas y ya está. Puedo estar aquí mirándote. Puedes estar. قد ضحكني فيما تشوفني تقول لي لا ودا لا ودا اخرج. السلام الله عليكم الاخوه الاخوات، معكم عثمان برسيونا من جديد، موضوع جديد. خوتي خواتاتي كما العاده نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اخوان والاخوات اللي كيشاهدونا لاول مره، ما تنساوش تسجلوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. خوتي قبل ما ندخل في الموضوع، يعني عندي واحد الميساج، واحد الرساله، يعني كما عارفين نزلت الرقم ديال الواتساب للمساعده، اللي بغى شي استفسار، اللي بغى شي مساعده، اي حاجه يعني يتصل بينا، ما كاين حتى شي مشكل. مرحبا والف مرحبا. غير هو واحد الملاحظه، يعني شي واحد المرات الميساجات بزاف بزاف بزاف، ما تصوروش يا اخوتي والله العظيم. اذا نقدر نقول لكم المهم شي رقم راه غادي تقولوا هذا راه سي ستاك ساخيراندو، ولكن بزاف خصوصا الناس اللي عالقين في سبتهم الليليه زعما الصراحه. المهم اللي باغي نقول لكم وهو ما نتقلقوش، شي بعض المرات واحد كيتقلق وكيمسح ديك الميساجات، يعني راه سكون راه الاشاره واقف جاك الميساج انت معاه، راه شي بعض المرات كتكون ظروف وهذا الانسان ما يقدرش. تكون كتسوق، تكون مثلا البارح كنت كنعمل والله العظيم كنت كنعمل المازوط في الطوموبيل، وشي واحد كيعيط له كنقطع عليه، هو كيرجع يعيط كيرجع يعيط كيرجع يعيط، ملي رجعت نشوف واش برتو زعما بلوكاني. ماشي هايده، يعني خصنا نكونوا نتفاهموا هذه المسائل بحال هذه. انا راه كنجاوب على كل شيء، كنجلس وكنبقى ندوزهم كاملين فيما كنت في شي وقت عندي خاوي، كندوزهم كاملين وكنجاوب. يقدر شي واحد من قوه الميساجات بزاف كيهبط الميساجات ديالو يقول هذا السيد راه ما بغاش يجاوب عليا، لا يعني ما يكونش عندنا يعني سوء الظن، راه غير كتكون ظروف ولا هذا وصافي. انا مادام عملت الرق الا باش نجاوب على كل شيء اخوتي، تفاهمنا. مهم دائما اخوتي في الموضوع ديال الاخوات اللي عالقين في سبته ومليليه، البارح توصلت بواحد الفيديو بواحد السيده توفات لها الام ديالها، ماشي هذه الاولى، هذه واحد ثلاث ايام، واحد السيده اخرى او واحد البنت اخرى توفى الاب ديالها. هذا الشيء هذا كامل ما عرفناش احنا هاد النساء او لا نساء ولا الرجال ولا الاطفال كاملين اللي سبتهم ليليا، شنو خصهم يعملوا هاد الناس باش غير بعدا يهضروا عليهم، ماشي يفتحوا لهم ولا هذا، غير ينوض شي واحد من المسؤولين ديالنا يقول راه حنا كنعملوا شي حاجه من اجل هاد الناس، ولا راه غير ترانكيلي صار هاد الناس هادو. ولكن عينا ما نهضروا، يوم هاد الناس هادو يهضروا ولا تقول شي مسؤول او لا شي واحد يعني هضر. كنسمعوا اخبار من هنا من سبته ومليليه، هاد الناس بعدا مره كيقول راه حنا كنعملوا، راه حنا صيفطنا برقيه، راه حنا كنهضر بهاد الحرقه اخوتي والله. اذا كنتو كتسمعوا هاد الاوديو نساء يعني كبارات في السن مساكن، ونساء مساكن على نيتهم كيهضروا معاك شفنا شي حل، وحنا غير كنوصلوا الصوت ديالهم، يعني ما في يدنا شي مصاب وكان في يدنا شي حاجه. نخليكم مع اول حاجه بعدا، انا شفت يعني هاد القضيه هذه كاملين عاملينها يعني باش ما على حساب الوباء ما ينتشر شي وهذا. راح نخليكم مع واحد الفيديو شفتو، يعني انا كنبقى نطرح علامات استفهام كبيره والله العظيم. خليكم مع هاد الفيديو هذا من 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 سوق من الاسواق يعني الماشيه او الاضاحي ديال العيد. شوفوا معايا الناس كيفاش يعني كيفاش الاقتضاض وهذا، شوفوا معايا. لا 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 شوفوا معايا. دابا هاد الناس هادو اللي عالقين في سبته ومليليه كيفاش غادي نفهموهم
وهما بيدو مثلا كيشوفوا فيديوهات بحال هادو وما عارفين. دابا الناس بزاف انا محشي في جروبات كيقول لك المغرب تقريبا ما فيه ني وباء ني والو، كيقول لك هذا محشي فشي الناس يعني عايشين الحياه ديالهم عاديه. وهاد الناس هادو كما كنعرفوا، شوف انا يعني كان هذا على هذا الموضوع هذا ديال سبت يوم ليليه، لان كما سبق لي قلت لكم يعني الناس كاملين راه اذا كان عندهم الفليسات ولو انهم تكرفصوا على الناس بزاف بهذه القرارات، حتى شي واحد ما يقدر الا القليل وراه غير كيتسلف. اذا كانت هذه القرارات هذه في الاول بحال اللي عملوا الدول كاملين، بحال اللي عملوا اسبانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا والمانيا، كما كانوا كيجيبوا الناس ديالهم، الناس ديك الساعه كان باقي عندها الفليسات وهذا كان الامكان ديالهم يعملوا هذا الشيء. دابا الاغلبيه كيتصل بيا كيقول لي الله يرحم بابك راه ما عندناش باش نمشيو، وعاد صعبوا عليهم. انا بعد القضيه ديال التيست ما فهمتهاش انا، بعدا خصها تكون بعدا غير الناس الجاليه، الناس الجاليه واخا اللي يبغى، لان هو بغى هو بامكانه ما يمشيش يدوز العطله ديالو هنايا، بغى يهبط المغرب يعمل التيست واخا على حسابه. ولكن الناس العالقين لنفرض انهم لا قدر الله يعني خرج لهم بوزيتيف يعني التيست بوزيتيف، كيفاش؟ واش نسمحوا فيهم؟ نسمحوا فيهم لهاد الناس هادو ماشي شغلنا فيهم؟ وراه ولادنا حنا خصنا ندخلوهم ونداويوهم، نديوهم ونداويوهم، لانهم ماشي مقيمين هنا، هما هنا غير فيزا غير سياحه. وشنو نقولوا لهم؟ موتوا تما. انا ما فهمتش هاد القرارات هذه والله ما فهمتها. المهم نخليكم مع هاد الفيديوهات هذه اللي كيصيفطوهم لي، والله العظيم كيصيفطوهم لي هاد زعما والله كنتو تسمعوا كان بامكاني ننزلكم هاد الاوديوهات كاملين، والله حتى تبكي والدم اخوتي مع هاد الناس هادو. وهيداك وكتلقى مره مره شي واحد والله ما كنفهمو، اما شي واحد اللي كيعمل ديسلايك او لا شي واحد اللي كيجي تما بشي تعليق وما نعرفش ني وراه عارفين او ديش من عارفين واش من قرارات واش من سياسه واش من هادو. هادوك الناس تما محبوسين، راه الناس عندهم ظروف يعني اذا تسمع لا العائلات ديالهم داخل المغرب ولا هما تما، راه الناس ساكنين بحال اللي في الحبس. واش هما في ساكنين؟ ساكنين في الحبس بحال حباس هيداك صافي. هادوك الناس اللي في بلاصه طورو ولا اللي في سبته يعني في ديك الخزاين الرخال تما، هذوك الحبس يا اسطى هما محبوسين. بعد السجين عنده واحد المده غادي يدوزها وغادي يمشي. هادو ما عارفين المده ديالهم لا هما ولا ناسهم ولا حتى شي حاجه، هما جالسين تما وما عارفين حتى شي حاجه. دابا عاوتاني عندي سؤال اخر، واش هاد الناس غادي يعيدوا تما؟ وكما شفنا في هذا الفيديو الناس دابا هما كيشوفوا الناس في المغرب كيشريوا العيد وفرحانين وهذا، وهما يعني مجدود عليهم تما. اسيدي كاين شي امور سياسيه اللي ما فاهمينهاش حنايا، وصاد الناس هادو خصهم يتلقى لهم شي حل. وخلي الحدود مجدوده، خلي الحدود مجدوده وهاد الناس هادو يتلقى لهم شي حل يخرجوهم باي طريقه، باي طريقه يخرجوهم. دابا مثلا تمليليه واخا يجي باركو من تما ويجي باركي في في في, في مليليه ويجيبهم من طنجه ولا يجيبهم بنينصر، والحدود هي مجدوده. ولكن باش نسمحوا في الناس ديالنا هايداك نو، هادي حتى شي واحد ما عملها هادي. دابا انا مثلا انا ولادي بقاو في شي بلاصه نشد عليهم نقول لهم صافي حتى نصي حتى نتفاهموا ولا حتى يمشي هاد الوباء ولا ما فهمتش انا هاد القرارات هادي والله ما كنفهمها. والمشكله وتقول شي واحد كيخرج يهضر على هاد الامور هادي. خليكم مع هاد السيده البارح اللي توفات للام ديالها، سمعوا بعدا باش تعرفوني علاش كنهضر، سمعوا. والمشكل هاد المسائل بحال هادي حتى حنايا المغاربه والله العظيم، المهم بعض المغاربه ماشي كلشي باش ما نظلموش كلشي والو. هاد الناس هادو مادام ديك الشيء ما كيقيسهمش هما ما كيضرهمش هما، مادام ماشي يماهم اللي حاصله ولا الزوجه ديالهم ولا اختهم ولا شي واحد الناس ديالهم، ما عندهم غرض. كتلقانا حنايا غير في ديك التفاهات هذيك هي اللي تابعينها، وهذا الامور هذه اللي خصها تبارطاجها باش هاد الناس هادو يتلقى لهم شي حل. وصاد شي هذا ما كيضرناش حنايا بصبر راسهم. خليكم مع هذا الفيديو اللي قلتكم، شوفوا بعدا هاد الامور الله العظيم اللي كتقطع في القلب. شي حال كاين اللي ما شاف امه، كاين اللي ما شاف باه، كاين اللي ما شاف خوته، كاين اللي مات ليه باه، كاين اللي مات ليه خوته ما شافهمش. حنايا في حاله صعيبه بزاف، الله يرحم الوالدين، درنا شي الحال، الله ينصر سيدنا محمد السادس، الله يجيب ليه ان شاء الله الرحمه الأمة سيدنا محمد الجميع، زعما درنا ماشي حل، الله يرحم والديكم، درنا شي حل. هادشي ماشي معقول في الراديو مسؤول، هادشي ماشي معقول في الراديو مسؤول، هادشي
السلام عليكم المرضي. انا من كاستيو اخو. كيف انتينا؟ لاباس؟ وليداتك لاباس؟ الله يرحم لك الوالدين. عافاك اخي، واخا تعملنا شي حل. احنا هنا في الباب تسبته في الخزاين، عرفتي، محروقين بالقيله والعطش، واحد الحاله لا يرثى لها، فهمتي. وليداتي عندي اربعه د العيال كيستناوني دابا وساعه كيبكيو، وانا مريضه والرجل عندي مريض، شكون غادي يكون بيهم؟ عينا ما نهضروا، عينا ما نتكلموا، عينا ما نعملوا الاوديوس والو. الله يرحم لك الوالدين، حنا مرجين الله ومرجينك. الله يرحم لك الوالدين، عملنا شي حل المرضي، الله يوقف معك. لا حول ولا قوه الا بالله. اوديش من عيد دابا هاد السيده مسكينه كتقول دابا، والله انا هاد الناس بعدا اللي في المغرب ولا اللي كيتاخذوا هاد القرارات، اش من عيد عندهم؟ اش من عيد؟ وهاد الناس هادو يعني انا كما كنقول دائما دوزوا رمضان والعيد الصغير، ودابا جات المناسبه الكبيره ديالنا حنا كمسلمين. واحد هذا زعما اش غادي نقول لكم؟ اذا بقيت كنقول راه زعما والله العظيم اذا هاد الشيء هذا زعما ما والله ما كنلقى حتى الكلمات باش نعبر على هاد المعاناه ديال هاد الناس وهاد المأساة اللي كيعيشوها هاد الناس. الصراحه المأساة كيعيشوها يعني من جميع يعني النواحي، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. اصلا بعد العيد ما خصوش يكون، بعدا كنخصهم يلغيو العيد مادام الناس كلشي مترش، كلشي مترش، بعدا لغي العيد صافي. حتى هو داخل في هاد القرارات ديال باش الوباء ما يت. المهم اخوتي نتمنوا، كاين شوف كاين راه كاين اخبار بزاف هنا كتروج من ناحيه اسبانيا. الصحافه ديال سبته ومليليه راه كيهضروا، راه كل مره شنو كيقولوا. بعدا هاد الناس راه حاسين بهاد الناس، والله العظيم اذا حاسين بهم، راه ديالنا اللي ما كيهضروش مره. وكذلك الناس كيتصلوا بيا يعني من جميع الدول، الناس عالقه في امريكا اللاتينيه، في البرازيل، فهذا كلشي مسكين كيصيفط لي اوديوس نشرهم. راه بزاف ما تتخيلوش والله، ما حتى هاد الناس هادو مساكن تاهما والله العظيم اذا ظلموا يعني هاد الوقت هذا كامل، ومن بعد يعني لقاو راسهم انهم خصهم باش يرجعوا بلادهم خصهم يخلصوا الملايين باش يرجعوا. اخوتي ما كثرش عليكم بزاف، اذا بقاو فيكم هاد الناس ولا هذا البارطاج واللايكات، تهلاو لي فراسكم، واجركم مبروكه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.